اول تيب معانا النهارده هي ان انتوا لازم تميك شور ان انتوا بتفطروا. الفطار حاجه مهمه جدا. يعني في ناس تقول لك اصل انا مش، يعني انا مش باكل كتير، انا مش بفطر وبتغدى على طول ومش بتعشى. لا، هو كده الجسم بيخش في، يعني في مود اسمه starvation mode، ان انتوا كأنكم صايمين، فالجسم بيحاول يخزن كل الطاقة ويخزن كل الدهون علشان يعرف يعمل يعني exercises، او يعرف ان هو يعمل الديلي activity. فالفطار مهم جدا. يعني الفطار ممكن يبقى مثلا بيضتين مسلوقين وعيش سن او عيش اسمر، ممكن يبقى شوفان محطوط عليه لبن محطوط عليه عسل، ممكن يبقى نسكافيه وساندوتش جبنة، اي حاجة. حتى لو انتوا مش بتحبوا تفطروا، فيعني خلوها حاجة سريعة ان انتوا ما تحسوش ان انتوا بتقعدوا بتفطروا يعني عشان في ناس بالنسبة لها الفطار ده مجهود. بس ميك شور فعلا ان انتوا في الدايت بتاعكم، حتى لو انتوا في العادي مش بتفطروا، لا افطروا وخلوا الفطار يعني يبقى يعني ميل كده يلوك اب تو، اللي هو تبقوا نايمين، لا ده صح احنا هنقوم نفطر فطار حلو عشان احنا وهدينا انرجي وباور، لان فعلا الفطار بيفرق. يعني انا لاحظت ان انا لما ما بفطرش او لما بفطر قليل بتبقى probability ان انا بوظ الدايت بتاعي اكبر. فانا بطلت ان انا اعمل الحوار ده. فانا لازم اول ما ابتدي دايت ان انا لازم فعلا يعني افطر فطار كويس. انا معظم الوقت بيبقى افطاري شاي بلبن ومعاه مثلا بيضة مسلوقة في عيش اسمر، ده معظم الوقت. فده بالنسبة لي بيديني كل ال يعني النيوتريشنز ان انا جسمي محتاجها. فشوفوا انتوا ايه اكتر حاجة بتحبوها واعملوا منها like lighter version. علشان في اكل مثلا حد بيحب الاومليت، لا انا ممكن اعمل اومليت واخلي الاومليت بتاعي يعني more healthy او مفهوش fats او من غير زيت. فانتوا شوفوا الحاجة اللي انتوا بتحبوها وحطوها في الفطار بحيث ان انتوا تبقوا عايزين تقوموا تفطروا. فدي كانت اول تب. تاني تب معانا هي ورك اوت. بس علشان انا عارفه ان معظم الناس ما عندهاش وقت ان هي تورك اوت كل يوم، فورك اوت 3 دايز، يعني 3 ايام تعملوا رياضه 3 ايام. مثلا شوفوا، يعني انا مثلا لو انا عندي ويك اند يومين، فانا هحط ورك اوت في يومين واحط ورك اوت في نص الاسبوع مثلا، او يوم او يوم لا. مثلا اعمل ممبرشيب في الجيم. يعني انا كنت بروح جيم هو اساسا 3 ايام في الاسبوع، هو اكبر باكج 3 ايام في الاسبوع. احطه الايام مثلا سبت واثنين واربع مثلا، اعملوا ايه تتمرنوا الايام دي، او حد وثلاث وخميس، او مثلا لو بتحبوا تتمرنوا من يوم الجمعه يوم اجازتكم، او لو عايزين 3 ايام ورا بعض واربع ايام ما فيهاش حاجه. ف it's completely up to you. يعني خلوكوا بس ان انتوا to make sure ان انتوا يعني بتتحركوا بتعملوا ورك اوت في الاسبوع. مش ورك اوت رهيب، يعني هو بس لو ربع ساعة تلت ساعة كده هيفرق فعلا في البادي شيب، وهتحرقوا more calories بس هتبقوا توند. يعني هت avoidوا حوار ان هو حد يخس ويبقى عنده شوية يعني fats او جسمه مش مسدود مشدود مسدود. وبعدين معايا تب نمبر 3، ان هي to drink green tea بعد الغداء بالذات. يعني الفطار الواحد بيبقى صاحي بيفطر بيبقى نفسه مش مفتوحة لسه على الأكل، بس بعد الغداء بتحسوا انكم عايزين تاكلوا حلويات، عايزين يعني تغيروا طعم بقكم وتعملوا اي حاجة. فانا لقيت حاجة هي فعلا بتنفع معايا، وهي انكم تشربوا شاي اخضر بعد الغداء مثلا بربع ساعة بالكتير. بجد الموضوع ده بيخلي نفسكم تتسد، لان هو الشاي الاخضر يعني مش هكدب، الشاي الاخضر طعمه وحش بالذات من غير سكر. وانا بميك شور ان انا مش بستخدم سكر دايت غير الصبح، لان سكر دايت اساسا ليه سايد افكتس، مش بس ان هو بيخلي الواحد يعني مثلا ممكن يجيب امراض او كده، لا هو بيخليني اصدع وبيخليني مش عارفه اركز. فباخده الصبح بس، وفي اي حاجه تانية بشربها ثرو اوت اليوم مش باخد اي سكر دايت. فالشاي الاخضر بشربه لوحده. ممكن تبدلوا الشاي الاخضر بقرفه، ممكن تبدلوا جنزبيل او زنجبيل بالليمون، مش عارفه بيتنطق ازاي. however just make sure ان انتوا بتشربوا اي نوع من انواع الاعشاب بعد الغداء بربع ساعة. ده فعلا بيفرق جدا، وهيفرق في يعني في الاماونت اللي انتوا بتاخدوه. حاجة زي القرفة وحاجة زي الشاي الاخضر بيعلوا الميتابوليزم. الميتابوليزم ده اللي هو مسؤول عن ده الانزيم اللي بيحرق في الجسم، والحاجتين دول بيعلوا جدا. ومن برضو الاكل اللي بيعليه عشان تاخدوه في الفطار، البيض بيعلي الميتابوليزم والزبادي بيعلي الميتابوليزم.
حاجة كمان يعني أنا مش عارفة أقول عليها تيب ولا أقول عليها أكتر يعني كنوع من أنواع الموتيفيشن. أنا لما ببقى حاسة إن أنا مش قادرة ورك أوت أو ببقى حاسة إن أنا مش قادرة يعني أكمل دايتنج، بفتح اليوتيوب وبكتب ورك أوت وبفرج على ناس بتورك أوت، بحس إن أنا لأ أنا عايزة أبقى زي الناس دي، فأنا هفضل أتفرج على الورك أوت فيديوز دي علشان أكيب being motivated وعشان أبقى أنا عايزة أقوم وأعمل رياضة وأكمل في اللي أنا بعمله. tip number 6، ودي tip مهمة، this is my favorite tip عشان دي يعني فعلا الحاجة اللي بتجيب نتيجة كويسة جدا، وهي نط الحبل. نط الحبل أنا كنت أساسا كان في وقت أنا mainly بعتمد الورك أوت بتاعي على نط الحبل بس، بروح بنط 2000 نطة بنط الحبل بس، ده كان كل ورك اوت كده، فكنت بقعد مثلا نص ساعة بنط 2000 نطة. ابدأوا مثلا ب100 نطة او 50 نطة، شوفوا انتوا الليفل بتاعكم فين وابتدوا علوا، لان اساسا الواحد يعني فور بودي يعني هو الكالوريز اللي بتحرقوها معتمدة على البودي ماس معين، بس البودي ماس اللي هو البرفكت ويت لما بينط مثلا، شوفوا انتوا وزنكم قد ايه، مثلا طولكم 160 ووزنكم 55، فكده تبقوا انتوا بيرفكت ويت. الويت ده لو انتوا نطيتوا 700 نطة في اليوم بتحرقوا 1 باوند which is 0.4 كيلو جرامز، فالموضوع بجد effective جدا، وبيتون عضلات الرجل وبيحرق كالوريز وبيتون عضلات الايد علشان انتوا بتحركوا ايديكوا وبيتون الابس. another tip which is هي الابل سايدر فينيجر، وهي خل التفاح ده سحر. تصحوا الصبح تحطوا معلقة خل تفاح على كوباية مية اللي هي بتبقى 200 ملي تقريبا وتشربوها على الريق، دي بتعلي الميتابوليزم وبتخلي digestion process حلوة جدا، بس هي mainly بجد بتساعد كتير جدا انكم تخسوا. يعني انا جربت ان انا يعني جربت 2 دايتس، دايت ان انا اشرب ابل سايدر فينيجر الصبح ودايت ان انا ما بشربوش الصبح، فعلا الابل سايدر فينيجر بيعمل يعني تغيير ملحوظ جدا. برضو لو انتوا الطعم يعني هو طعم وحش، الابل سايدر فينيجر ده فعلا طعم وحش بالذات لما بتحطوه على الميه كده، بتحس ان انتوا في حاجه بتضرب في دماغكم اول ما تشربوه، بس ممكن تحلوه بشويه برتقان، تعصروا شويه برتقان وتحطوه عليه، الموضوع هيفرق مش قوي بس هيفرق شويه في الطعم، يعني انتوا في حاجه مسكره كده. وماي تيب نمبر 8 هي don't eat after 7. don't eat after 7 علشان الجسم اساسا بيبتدي يبطئ عملية الحرق من بعد الساعة 7 بالليل. بعد الساعة 7 بالليل الجسم بتاعك بيبتدي بيخش في المود بتاع ده وقت الراحة، ده وقت الرست، فبيبطل ان هو يحرق، مش بيبطل ان هو يحرق بس بيحرق بشكل اقل، يعني يمكن وانتوا نايمين الجسم بيحرق اكتر من الفترة بتاعت بالليل دي، عشان كده الناس كلها بتقعد تقول avoid eating ان انتوا تاكلوا بالليل، avoid ال emotional eating اللي هو بتصحوا بالليل كده مرة واحدة وتقعد تاكلوا، ف don't eat after 7. بعمل هنا بعد الساعة 7 بشرب اي مشروبات، مثلا شاي اخضر، زنجبيل، بشرب قرفة، بشرب اي حاجة فيها زيرو كالوريز بشربها، بفضل اشرب فيها لحد ما احس ان انا يعني خلاص، وبشرب مية كتيرة لان المية برضو مهمة. tip number 9، ودي مش اي حد هيعرف يعملها بس it's 100% healthy، انا سألت في الموضوع ده كذا حد و 100% بتدي يعني ممكن تفرق معاكم في الاوتكم بتاع الاسبوع، ان انتوا مثلا تخسوا نص كيلو او كيلو زيادة، وهي ديتوكس. الديتوكس for one day ده ان انتوا مثلا، انا عارفة ان cheat day بتاعي يوم الخميس، فهعمل الديتوكس يوم الاربع. يوم الاربع انا مش هاكل اي حاجة فيها كالوريز، يعني مثلا مش هاكل خضار، مش هاكل رز، مش هاكل كارس، مش هاكل اي حاجة، انا مينلي هعتمد ان انا اشرب، يعني ممكن تاكلوا تفاح، ممكن تاكلوا برتقان، بس مينلي تعتمد انك تشربوا مثلا شاي اخضر، تشربوا مشروبات ما فيهاش كالوريز كتير، وتفضلوا كده طول اليوم، وكده كده انتوا اصلا هتصحوا بيك اب الحاجات اللي انتوا خسرتوها تاني، يعني اليوم الاولاني لو انتوا خسرتوا عناصر غذائية او اي حاجة بتصحوا تاني يوم بتاكلوا اوريدي، فالموضوع مش هيأثر عليكم خالص. هتبقوا همدانين شوية، وفي اليوم ده I don't recommend انكم تعملوا ورك اوت، ممكن بس في حاجة كده اسمها standing to burn calories، فانتوا مثلا ممكن تميك شور ان انتوا مثلا تقفوا وتفضلوا واقفين شوية، مثلا بتاع ربع ساعة تفضلوا واقفين على رجليكم، الموضوع ده بيفرق وبيخلي الجسم بتاعك مش خملان. فديتوكس فور وان داي ده انا جربته
وفعلا بيفرق. مثلا يعني انا عملت ديتوكس بس يوم واحد من غير دايت، خسيت نص كيلو. فالموضوع حلو جدا. وتب نمبر 10 هي انك تشربوا ميه. الميه هي الحاجه اولا اللي بتسد الجوع. الميه بتسد الجوع جدا، لان الجسم بتاعكو او الجسم بتاعنا عامه لما مش بيلاقي ان في ميه كتيره، او مش بيلاقي ان في ميه بكميه كفايه في الجسم، بيبتدي يعمل حاجه ان هو يديكوا اليرت ان هو جعان، فانتوا تاكلوا علشان انتوا جعانين. بس هي الفكره بتبقوا عطشانين، فاصلا اول ما تجوعوا تجربوا تشربوا ميه الاول. شبعتوا خلاص، ما شبعتوش تبتدوا تاكلوا، بس تشربوا ميه. انا بقسم الميه ان هو بالذات في الدايت بتاعي، يعني انا اصلا مش من النوع ان انا بحب الميه، بس وانا عامله دايت بميك شور ان انا بشرب كتير. بشرب كوبايه اول ما بصحى، كوبايتين قبل الغدا، كوبايه قبل العشاء لو هتعشى، او لو مش هتعشى بشرب مثلا كوبايتين ميه بالليل. مش لازم تشربوها كلها مره واحده علشان ما تخشوش الحمام كتير، بس تميك شور ان انتوا بتشربوها، يعني كوبايه الصبح، كوبايتين قبل الغدا، كوبايه في العشاء. برضو المية هي دي اساسا الحافز للانزيم بتاع الميتابوليزم اللي انا قلت لكم عليه في الفيديو في الاول، اللي هو ده الانزيمه اللي بتخلي الجسم يبتدي يحرق. فمن غير دي انتوا مش بتدوا جسمكم بنزين علشان يعرف يحرق. فيعني اتس بيزيكلي اهم حاجه في الموضوع انك تشربوا ميه، وانا خليتها اخر تب علشان اقعد اتكلم عليها كتير. تشربوا ميه قبل ما تعملوا ورك اوت علشان تافويد، مثلا لو انتوا هتجروا عشان تافويدوا ان جسمكم مثلا بطنكم ما توجعكوش من الجنب. اصلا الوجع ده مش بيجي من الميه، وبيجي من التنفس. تظبطوا تنفسكم هتلاقوا الموضوع حلو. تشربوا اول ما ترجعوا من الورك اوت، تشربوا في النص وانتوا في نص الورك اوت، عشان انتوا اصلا بتلوز اماونت في ميه رهيبه، فبيبقى جسمك عايز ريبليسمنت عشان يفضل يحرق. فهي الميه بجد مينلي هي اهم حاجه في الموضوع انكم تشربوا ميه. وكده احنا وصلنا اخر الفيديو. I hope ان الفيديو كان informative. لو عندكم اي recommendations، اي حاجه شايفين ان انا ممكن اعملها احسن، عايزين الفيديو الجاي يبقى ايه، كل please اكتبوها في الكومنت سكشن. Make sure برضو انكم تسبسكرايب لقناتي، وتعملوا لايك للفيديو، وتعملوا لي فولو على الانستجرام. انا هسيب اللينكس لكل الفيديوز بتاعتي اللي قبل كده في الديسكريبشن بوكس تحت. و yeah, that's basically everything. I hope you have a nice day. Bye.